أركدش لك، مع أنه محتوايا اجتماعي ويهدف أنه يساعد كل شخص أنه يطور من ذاته، إلا أني مهتمة جدا بالقضايا المهمة في الوطن العربي مثل القضية الفلسطينية وقضايا الربيع العربي، ومهتمة كذلك بالشأن السياسي، ونحاول نقدم اللي نقدر عليه من خلال منصاتي في السوشيال ميديا. لكن الحمد لله أصدقائي، هذه المرة جاتني فرصة أني نقدم شيء فعلي على أرض الواقع في برنامج تلفزيوني اسمه برلمان شعب. الآن جاء دوركم لاختيار نواب برلمان شعب في دورته الثالثة. المرشح برلمان شعب هو برلمان عربي افتراضي يتكون من 12 عضو من مختلف الدول العربية، كاين دائرة الشام والعراق، كاين دائرة التعاون الخليجي واليمن، كاين دائرة المغرب العربي ودائرة شرق افريقيا والسودان. برلمان هذا يناقش مشاكل مختلفة في الوطن العربي، سياسية اجتماعية انسانية، وتكون كاين مشاريع مقترحة تحاول تحل هذه المشاكل وتنفذ على ارض الواقع بتمويل كامل من البرلمان. كذلك يكون فيه استجواب لشخصيات عامة مثل الموسم الماضي كمستضاف جورج القرداحي باسم يوسف. أنا لأني مهتمة بشأن عربي جدا وهذا يبان من خلال نشاطي في الواقع أو في السوشيال ميديا، رشحت نفسي في برلمان شعب عن دائرة المغرب العربي. باش ننجح يليق تدخلوا الموقع البرنامج وتعطوني أصواتكم. طريقة التصويت هي كالآتي، رابط الموقع ستجدونه في صندوق الوصف. عندما تدخلون إلى الموقع ستجدون هذه الصفحة، ستختارون دائرة المغرب العربي. في دائرة المغرب العربي عندنا 3 مقاعد، لهذا عليكم اختيار 3 أشخاص، وهناك تحالف بيني وبين أخي عمر اللوزي من المغرب وأخي محمد عبد الله أحمد عم من موريتانيا وأنا أميمة من الجزائر. يعني عند التصويت تضع أضف للقائمة ثم تعود من خلال السهم للمرشحين لتختار باقي المرشحين سواء عمر لوزي أو أميمة. هناك تحالفات كذلك مع أعضاء من الشام ستتعرفون عليهم لاحقا في حساباتي على السوشيال ميديا. هنا أغلقت دائرة المغرب العربي، يعني اخترت 3، ستتوجه إلى البوكس الموجود أعلى الشاشة على اليمين، ثم ستتوجه إلى أسفل الشاشة وتضغط على صوت الآن. سيطلب منك بريدك الإلكتروني لكي يرسل عليه كود، وهذا من أجل ضمان الشفافية والتعادل في الأصوات وعدم حدوث غش. المهم ستذهب إلى إيميلك وتأخذ الكود وتقوم بنسخه، ثم تعود إلى الموقع وتقوم بلصقه، ثم تضغط على تأكيد الرمز، وهكذا تمت عملية التصويت بنجاح. جماعة الخير، أني محتاجة دعمكم فعلا فعلا فعلا. عرف أسرتك، أصحابك، الناس اللي حولك، عرفهم على البرنامج وخليهم يدعموني. حتى لو كان جدك أبوك ما يعرفش يخدم ليه بالإنترنت، عرف على فكرة البرنامج وساعده باش يصوت لي وخليه يصوت لي. بصراحة أصدقائي أنه أنتم حملتي الانتخابية وسبب في أني نقدم حاجة للوطن العربي ولو بسيط. نتلقى في الموسم القادم في برنامج شعب.